هون إلى هي كان اختك سوريا خانو تعطي اوامر ونحن هرجه. بسم الله شو ها؟ استني وعي انتي. اهلين مايا، شو هاد صندوق؟ كيفك مايا؟ شو في بقلبه؟ مايا اليوم السهرة عنا ها؟ وطابخين لك أكلة كتير طيبة على العشاء، رح تاكلي أصابيعك وراها. شو فيه؟ أبو ولا بدروم؟ شبك يا حبيبتي؟ ليش هيك صار؟ بعد عني! بعد عني كلياتكم! سلح أنا ها! سلح! يو! لك مايا شبكي شو صار لك؟ ولك أختي شو قلتي لها؟ والله ما قلت لها شي، قلت لها شبك يا حبيبتي؟ إي بدون ما تقلي شي، القصة واضحة وجاي منكم مكشوفة مثل عين الشمس يا قتالين القدرة يا سفاحين! ولك شو قصدك؟ وعاملين حالكم ما عم تفهموا علي يا قتالين القتلة، بس الحمد لله اللي لقطكم وانتوا عم تخفوا الجثة وكمشتكم بالجرم المشهود، وانت يا حسب الله طرطور زمانك ورطوك معهم ورطوك. لحظة خلينا نفهم منها شو القصة. مايا حبيبتي ما تقربيش لحسن ادب الصوت وازعق لكم وارن عليكم جيران والبوليس، والله شيلوا الميتين اللي تحت. جراح يا دلعادي تحت ايه وميتين؟ مين دول اللي بتتكلمي عليه؟ ورقصني يا جدع. شو بك؟ ايش بك؟ بالظاهر بتشوفي مسلسلات وافلام عربية كتير، اي خزي العين على هالخيال شو بيشط وشو بيمط. حتستعبطي ولا حتستعبطي يا اختي؟ البدروم والميتين حنيحوا حكي. والله وبينتوا على حقيقتكم يا خطافين النسوان يا التعليل القتلة. خليه يشوفه ويفهمه. فهمتي؟ عن جدًا؟ كبلوا كوكون ها؟ كتير كتير كتير. شوي 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 شوي. شيلوا بالكم على الحيطان هلا تحطوها. نحن وين؟ والله قديش رفضناه ولساته مليان غبرة. ايه خالتي. ايه معلكم. اوعى اوعى اوعى. هلا بنمسح وشوها بالاوضة عندك فخري. يلا. شد ايدك فخري. كبري اختي كبري كوعك ها؟ جوا شوي فوتي يعني. جوا هيك. محطوا لي الباب ها؟ انتبه رح يعبي لي الغرفة غبرة هلا. دخيلك هلا اساسا انت اللي بيعرف. استني استني شوي هلا شو نزل خالتي نزل. يلا انا برفع من عندي. شوي نزل يا خالتي عبيتيني غبرة. انا غبرة شفت عمي نزل. ايوه حفلت انا فلتي تفش خالتي. ايوه كمان. ايه لو بتعرفوا قديه صار له مضبوب بالابو. يعني قديه صار له مضبوب خالتي؟ عمر يا فخري من ايام ما مرت جدك وما عاد حسن يكمل ابحاثه. ايه وليش مخبينه لهلا؟ مو نحن مايا، هذا لساته على حطة ايد ابي الله يرحمه. تعيشي عيشوا احبابكم. هو اللي ضبه ووصانا انه نعطيه لشي طالب عم يدرس طب يكون بيستاهله. بتعرفي اختي هلا اتذكرت قديش كنت مترعبه وانا صغيره لما انزل لعند ابي على المخبر وشوفه معلقه. ايه حاكم هاد هيكل عظمي حقيقي، هذا جابه معه ابي من فرنسا، هاد كان استاذه لابي لما كان بفرنسا. هلا الهيكل العظمي كان استاذه لابوك سوريا خانو؟ ايه ليش مستغربه؟ وكان يحبه كتير لابي ووصاه بعد ما يموت انه يتبرع بهيكله العظمي لطلاب الطب، مشان هيك اخده ابي وصار يدرس عليه وما هان عليه فرط فيه، قام جابه معه من فرنسا. ايه والله ايام كنت فوت لعنده لاقيه عم يحكي معه. مين الهيكل؟ لا ماما جدك كان يحكي مع الهيكل، كان يفضفض له. الحمد لله انه اجى اليوم اللي حققنا فيه وصية فخري الاغباشي، لانه ما رح نلاقي طالب طب مجتهد بيستاهل هالهيكل اكثر منك يا فخري. افتح لي هالصندوق لشوف. هذا ابننا فخري مسيو جوردان.
وله اسم كمان؟ قرب فخري، قرب سلم عليه، هاد رح يكون صديقك من هلا ورايح، مثل ما كان صديق جدك الله يرحمه. فرصة سعيدة. انتي بزمانهم اهلي جابوا لي استاذ موسيقى يعلمني اعزف على البيانو، ايه بس انا ما حبيت، حبيت اتعلم العزف على العود لانه آلة عربية اصيلة، قام اتعلمت لحالي. لا يعني هو مو لحالي لحالي. ام سعيد مرته لابو سعيد يلي كان مستاجر محلنا بمدحت باشا، كانت شاطرة كثير ما شاء الله حولها، هي اللي علمتني. ولك كم مرة قلت لك ما تقولي بيانو؟ قولي بيانو، لا تفضحينا قدام العالم. هلا تعلمتي عود لانك ما فلحتي بدروس البيانو؟ هذا اللي طلع معك؟ لا اختي، انا لو ما كان عندي اذن موسيقيه ما كنت تعلمت بهالسرعه. إيه ام سعيد بذات نفسها قالت لي إيه ما شاء الله حولك، ما شاء الله حولك يا صباح خانم، شو فتحه وذكيه، إيه ما في حدا بيتعلم عزف العود بظرف شهر. هلا شو اللي ذكرك بام سعيد؟ يا لطيف شو معدتي هالمره. تفاح ولا بردان؟ شو ما بدك؟ أنا بدي بردان. ماشي. معقول صوت الهوا شو قوي؟ يا لطيف كيف قلب الطقس؟ عن جد بيرحي. هلا ارتعبتي من شوية هوا؟ كيف لو حكينا لك قصة سعيد الأرميدي؟ ابن أم سعيد. شو كان صار فيكي؟ ليش شو قصته؟ بلا ما تحكي لها القصة صبوحة، هلأ بتقرمد من رعبتها البنت. خطي ايه لا ما رح نخاف، شو شايفينا ولا صغار رح تنخاف؟ ايه طبعا، معقول الواحد يخاف من قصة عم تنحكى؟ شو هالتفاهة؟ ها وهي قاعدة زي القطة الثانية زين. ولك الدنيا برد، ليش قعدتوا على الأرض؟ ايه معلش معلش طنط، قاعدين على السجادة نحنا. شو كرام خانو؟ نحكي لهم القصة؟ إذا هيك منحكيها ليش لا؟ هذا يا جماعة سعيد الأرميدي، ابنه لأم سعيد الأرميدي، كان مسافر بالليل من طرطوس لصافيتا. كان يوم خميس ليلة جمعة مثل اليوم، وكانت المطر كابسة من دينا، والدنيا عتمة 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 كحل، يعني إذا بترفعي إصبعتك قدامك سلامتك ما بتشوفيها. وكان ماشي بسيارته على مهله، حاكم المطر كانت قوية، يعني ما شاف مثل الساحل لهلأ. عم شاف على طرف الطريق من بعيد شي عم يلمع، بس وصل لناحيته شاف وحدة مرة لابسة أسود بأسود غطس عم تأشر له مشان يوقف لها. بينه وبين حاله ما كان بده يوقف لها، بس بعدين قال خطي بكسر فيا سواء. قالت له إذا طالع على صافيتا دخيلك وصلني معك. قال لها تفضلي. قامت فتحت الباب الوراني وركبت. هو استغرب، قال لحاله ليش قعدت ورا؟ إيه مرة كبيرة ليش لما تقعد قدام؟ وقعدت ورا دغري، صار يتطلع بهالمراية مركي بيشوف وشها، بس من كتر معتمة ما شاف شي. وبعد شوي كمان اطلع بالمراية لأنه الطريق صار فيه شوية ضوء، قام شاف وش بشع 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 مثل وش الساحرات استغفر الله. وكانت عم تطلع فيه بدون ما تزيح حجر عينها. ولما وصلوا على صافيتا سألها سعيد الأرميدي وين بدك تروحي خالي؟ وين حطيك؟ قامت جاوبته بصوت بشع وبحوح، بركي بتاخدني عالمقبرة بدي زور ابني. وقف لعند باب المقبرة وقال لحاله خي انقضت. عم رجعت قالت له استناني شوي مالي مطولة، ونزلت عالمقبرة. استناها خمس دقايق، عشرة، نص ساعة، ساعة. طب ليش ما تركه ومشي؟ زعل عليها بهالمطر والبرد، ما هان عليه يتركها. المهم رجعت لعنده وهي عم تركه، وفتحت باب السيارة بسرعة وخبطته، وقعدت محل ما كانت قاعدة. التفت لورا قام شاف وشها كله دم، وتيابها حتى عليهم دم، وعيونها هيك مبحلقين. المسكين خاف، سألها شبكي خالي؟
قامت قربت وشها منه هيك وقالت له عليكم شو غشمة؟ قال شو شايفين اولاد صغارتها؟ خير ولي؟ ليش نقطعت الكهرباء هلا؟ ولي؟ قوم حبيبي جيب الشمعدان على الدرسوار قوم ماما. حاضر. هلا وقتها يعني ما اقول من المطار عملت كونتار لك اختي ما رحتي للدرس على مهلال اكل ما هبت نسمة هوا شمالي بتنقطع الكهرباء. اي والله. الله يرضى عليك اطلع شوف شو صار. اعوذ بالله شو اطلع شوف شو صار والله بخاف. شو يعني؟ يعني شو بده يكون صاير؟ ولك فخري شبنا لك رجال انت مخرو شو بدك يانا نطلع كلياتنا معك لنشوف شو صار؟ يا الله ماما مايا بلا ما يطلع لحاله سوريا خانم ليقوم يطلع له شيء ايش بده يطلع له يعني؟ مايا حبيبتي اطلعي معه لفخري خطي اعوذ بالله شو اطلع ما اطلع؟ يولي فخري حبيبي اذا خايف اسناول بسطون جدك من على الحيط وتسلح فيه شرفي عم يتحرك شفتي بسم الله حبيبتي شبكي فخري نط على المطبخ قوام جيب كاسة مي ما يا بوس ايدك روحي معي بوس ايدك ما اروح لحالي هلي فتت يا زلمة هلي اللي عندنا داريك تشتش وخروم فوت شوف قدامي يفتح الحلفية يما فوتي فوتي انتي انا رح طويلك من هون يلا فوت عشتك ولدنا يلا يلا افتح الحلفيه وين الكاسه بالخزانه بالخزانه يلا وسطون وسطون سعيد الارميدي شبيك انتي شو دخلي سوريا خانم خليكي مع صباح رح اطلع انا شوف شو صاير بقطة فخري استني شوي ولك اختي هلا بنطلع كلياتنا سوا لك خلص بقى شو رح يصير علي حاجتنا صغر عقل طيب خدي الشمعدان معي خلص باخذ شمعه معي اه كره ايه صباح خلص سقف اذا بيطلع لي شي بيطلع لي مسيو جوردان لك شو بتطلعت مايا مدري مين كان مشيني ليكو كمك عالقان بنت الباب خلصني ما شاء الله على مخيلتك شو شطاطة ومطاطة يعني مخيلتك احسن يا وسكينة لا ستي كان في حدا كان مشي ايه يلا يلا خلصني فضلي كان سوريا خانم ما بيلي ربع الكاسة وجايين لا لا هي كانت كاملة بس انكب نصها على الارض حاكم سوريا خانم مدري مين كمشني من كم كنسي انا طالع من المطبخ بس ما يا سحبتني سحبوني امال الارميدي هي ولك شبه انا صباح من وقت بسطون هيك صار فيكي لكن ما نعرف شو وقع فوق شو بتساوي تقبريني قولي على قامتي كرام طلعت لحالها لفوق ولهلا ما نزلت ماما فوق قولي قولي تعالوا طالع عندك لك صباح شديني حالك تقبريني ها والا بدك الكاكاو لحالك بالعتمه ونطلع نحن لعند كرام لا يا لا يا لكني مثل القرده ها تحسنت تحسنت انا يلا اختي خلونا نطلع سوا يلا يلا طلعوا انت اختي انت كبيرتنا انت والشمعده كرام حالو ماما ماما وينك قولي قلبيلي يا طنط كرام يا كرام اختي يا الله لك وصل لشي بعيد الشك ايش برا وبعيد طيب افتحوا الباب بلكي محبوسه جوا مين بده يحبسها يعني مش بعرف كرام من زمانك شو افتح شو بعرفني اختي انتي اكبر وقدرة شبك لك شبكون هبطتي لي قلبي الله يسامحك طلعت لهون لقيت عتمه رحت على سقيفة جبت البيل واجيت يا حبيبي يعني لسه ما شفتي شو صار بأوضة فخري لا لسه يلا معلش معلش صار معنا ضو زيادة ولي يا فخري في صوت جوا امين يا رب دكتور بهجت والله رقبتنا لك شو بكون يا جماعه ليش انبعتوا هالبعثه انا بس حبيت اطمن عليكم جد اغراض البيت كانت عم توقع لحالها مدري مين كمشني من ايدي وشدني على المطبخ كمك علق بايد الباب لا ما علق بايد الباب خير خير شو صاير سوريا خانم
ما في شيء دكتور، ما في شيء، بس يعني الاولاد عم يتخيلوا هيك شغلات. تفضل تفضل. الظاهر ما عرفتوا شو اللي صار. شو صار؟ زعوا بالاخبار انه من شين الساعه صار بالشام 3 هزات. يا ماما لا تخافوا لا تخافوا، هزات خفاف يا دوب نحس فيهم. امين الحمد لله. شو بدك تضل واقف هون؟ تفضل تفضل دكتور، بحجز لك الصور. تفضل يا الله. ايه انا من الاول كنت عم اقول لحالي هيك، ايه معقول بسطون يتحرك لحاله؟ مين بده يحركه؟ الشبح يعني. عينك تشوف يا دكتور شو صار فيهم، يلي ارتبط لسانه واللي اغمي عليه وصار بده طاسة الرعبة. مناظر الله وكيلك. بس فخري ما شاء الله عنه، بيض الليلة. قلب حديد يقبر قلبي، هد أعصاب الكل بشجاعته. وانت طبعا كنت متماسكة مثل ما منعرفك سوريا خانم. طبعا طبعا دكتور، أنا أعصابي دائما حاططها بتلاجة، والخوف يعني مثل ما بتعرف بيضر وما بينفع وبينتقل بالعدوى وبيدل على شخصية مهزوزة وضعيفة، وأنا شخصيتي يعني مثل ما بتعرف أبعد ما يكون عن هيك شغلات. معلوم معلوم سوريا خانم. بس انت كمان طن سوريا خانم، يعني كنتي خايفة شوي. عم يتهيألك دادا، عم يتهيألي. من شو بدي خاف؟ من بصوقي على الأرض ولا من صورة هرت على الطاولة؟ ما بخاف من هيك شغلات إلا كل صغير عاقل. بس انت كمان ارتعبتي سوريا خانم. مزبوط أنا ارتعبت، بس عليكم خفت حدا يصير له شي من كتر ما ارتعبتوا. ايه بسيطة بسيطة سوريا خانم، الخوف مو عيب. إيه ما في بني آدم ما بيخاف إلا أنا يا دكتور. أنا الخوف ما بعرفه ولا بيعرفني، لا بشوفه ولا بيشوفني. أنا ما بخاف إلا من ربنا سبحانه. يعني شو أكتر شي بهالدنيا بيخوف؟ أنا ما بخاف منه. تقول أعصابي بلاستيك مو هيك؟